أبدأ معك سي سعيد. في العاصمة القطرية الدوحة، تابعت جميع مباريات المنتخب المغربي عن قرب. الأداء في المباراة الثلاث الأولى كان متميزا والنتائج كذلك، لكن المباراة الأخيرة كانت دون مستوى التطلعات. في نظرك سي سعيد، لماذا ظهر المنتخب المغربي بهذا المستوى؟ بالفعل هو أن المنتخب المغربي في المباريات الثلاث السابقة قدم مستوى جيد جدا، قدم يعني كرة جميلة، تناسق كان على أرضية الملعب، كذلك اللاعبين أدوا بشكل جيد، لكن الواضح أن معدل اللياقة البدنية نزل بشكل كبير، مما أعطى للاعبين تلك يعني لم يعطيهم تلك النجاعة المطلوبة على أرضية الملعب، إضافة إلى كون أن المنتخب المغربي عاش على ظرف كبير من ذهني وكذلك ضغوطات يعني ذهنية عالية المستوى، سواء من طرف المسؤولين أو كذلك من طرف يعني الإدارة الفنية التي كانت تمني النفس أن تفوز في هذه المباراة، التي كما نعلم عاشت هذه المباراة على رهانات كثيرة سواء منها سياسية ورياضية وغيرها. إلا أن ما يؤسف أن المستوى الذي قدمه المنتخب المغربي أمس على أرضية الملعب كان بعيدا جدا عن المستوى المطلوب، لأن اليوم احنا نتكلم عن منتخب ولاعبين محترفين في العديد من الدوريات، وكذلك نتكلم على لاعبين يلعبون في الأندية الكبرى، الرجاء، الوداد، الجيش، أي أن لاعبين عندهم تجربة وخبرة كبيرة في هذه المناسبات، لكن المؤسف كما قلت لك هو غياب الروح على أرضية الملعب، لأن بصراحة ما شاهدناه على أرضية الملعب هو مخالف تماما ما شوهد على شاشة التلفزيون، لأن على أرضية الملعب كان سيطرة تامة من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة 120 للمنتخب الجزائري الذي كان منظما بشكل كبير على أرضية الملعب، وكان دائما يعتمد على مجموعة من اللاعبين المتمرسين. اليوم لاحظنا احنا أن هناك كان خلل كبير في وسط الملعب، يعني أن اللاعبين الذين كانوا داخل يعني وسط الملعب يشكلون وسط ملعب المنتخب المغربي لم يقدموا الشيء الكثير، وبالتالي كانت النتيجة يعني مخيبة للأمال ومخيبة للجماهير التي حضرت من كل صوب واحد.